تبع عايزين يكونوا كده في الماده تمام عشان ما تنساش حاجه ما تنساش على اي ليفل اول الاتفاق ده اول انت تقول ايه الايتم اول حاجه الديفينيشن خليكم بس معايا ادي اول حاجه احنا بنحاول نكتبها في اي ليفل فاصل كده بيقول لنا ايه الليفل ده ثاني نقطه الايثيولوجي ثالث حاجه كلينيكال ايه الاعراض بتاع الجديد ده ودي تنقسم لحاجتين سيمبتوم وتايم طبعا احنا عارفين الفرق بينهم ان التايمز هي اللي انا بقول فيها الميديكال تيرم يعني بقول فيها المصطلحات الطبيه بتاعتنا لكن السيمبتوم ده كلام المريض تمام كده الكلمه اللي بيقولها المريض الوقت اللي بيقوله المريض للحاجه اللي عنده احنا ايه؟ احنا بنقول بس زي مثلا المريض هيجي يقول لك مثلا ان هو عينيه حمراء هي دي شكوته حاسس ان في احمرار في عينيه فزي مكتوب عندك في السيمبتوم ريدنس اوف ذا ارت كلمه ريدنس دي مش كلمه طبيه بالنسبه لنا خالص لما نيجي للاجزاء بتاعتها هنعرف ان في حاجه اسمها كونفرتايبل انفكشن حاجه اسمها سيريال انفكشن في تعبيرات طبيه بقى بالنسبه لنا التعبيرات الطبيه دي بتتكتب في خانه الفاينل لكن الوصف اللي بيقوله المريض هنقوله في خانه الايه؟ زي برضه السيمبتوم مثلا المريض يشتكي من حاجه اسمها بين هو عنده وجع لكن لما تيجي تقول في السلايد تقول حاجه اسمها تندرنس تندرنس يعني ايه؟ حاجه انت لما بتيجي تحط ايدك عليها المريض بيحس بوجع تمام؟ يبقى ده الفرق بين السيمبتوم والسلايد في الكلام اللي بنكتبه تحت رابع حاجه بنكتبها انفستيجيشن احنا المفروض يا جماعه ايه؟ انا عايز اوصل لايه الدايجنوزز بتاع المرض تمام؟ فانا دلوقتي سمعت الشكوى بتاع المريض اللي هي السيمبتوم قمت فحصت المريض وشفت تايم ممكن ده يوصلني لايه المشكله اللي عند المريض وممكن لسه انا مش عارف اوصل لها تمام؟ فنرجع ان احنا نعمل انفستيجيشن يعني اطلب له اشعه اطلب له تحليل هي ده المقصود الايه؟ الانفستيجيشن دي لو انا لسه مش قادر اوصل للدايجنوز تمام؟ دايما لما بنكشف على المريض ونعمل له انفستيجيشن ما بيبقاش فيه دايما يعني الطب مش سهل كده مش نظام انت كشفت على المريض لقيت علامه نظام العلامه دي بتاع المرض الفلاني لا انت العلامه دي بتلاقيها تحصل في خمس ست امراض يعني مثلا في مريض انت كشفت عليه لقيت عنده احمرار بطريقه معينه في العين اللي بنسميه مثلا سيريال انجكشن. سيريال انجكشن ده مش علامه محدده لمرض محدد لا سيريال انجكشن ده بيحصل في الكورنيا الالتر وبيحصل في الهيموسايكلايتس وبيحصل في الاكيوت كونجستيف جلوكوما طب هو عنده ايه من الكلام ده؟ ده العنوان المهم جدا رقم خمسه باسمه ديفرنشال دايجنوز اللي احنا دايما بننساه في حاجات كده يا جماعه بنعمل عليها ستريس في حاجات كده دايما بننسوها في الاجابات بتاعتنا ديفرنشال دايجنوز يعني العلامات اللي انت شفتها على المريض العلامات دي تخص ثلاث اربع امراض طب هو عنده انهي بقى من ثلاث اربع امراض بتسر انت بقى في دماغك الثلاث اربع امراض دول تقول ممكن يبقى عنده كذا او كذا او كذا او كذا بس المرض الفلاني العلامات بتاعته دي والمرض الفلاني اسوشيتد معاه دي وده اسوشيتد معاه دي يبقى هو في النهايه دايجنوزز كذا يبقى انت بتراجع في دماغك ايه الساينز والسيمتوم اللي ظهر وتمشي مع مجموعه امراض ايه ده اسمه ديفرنشال دايجنوزز لو انت ما عرفتش المريض ده خالص هيدخل في رقم سته اللي اسمها كوميونيكيشن ولما تيجي تعالجه يبقى رقم سبعه التريتمنت. خلي السبع ايتم دول دايما في دماغك بس خلي بالك مش لازم يبقوا موجودين في كل الديزيز يعني في امراض هتبقى واضحه جدا معانا مش هنحتاج انفستيجيشن خالص ولا اشعه ولا تحليل ولا حاجه زي كده مثلا ممكن ما بتكتبش ايه مثلا خانه من دي انما في معظم الامراض بيبقى السبع ايتم دول حطهم في دماغك كده وانت بتجاوب عشان ما تنساش حاجه. تمام كده يا جماعه؟ في صيغ اسئله معينه كده بتجيلنا لازم نبقى فاهمين السؤال طالب ايه علشان ما نغلطش في حاجه. زي لما يقول لك مثلا دايجنوزز اوف كذا ويقول لك مرض معين. هو يقصد ايه؟ بكلمه دايجنوزز اوف كذا. يقصد الكلينيكال بيست والانفستيجيشن والديفرنشال دايجنوزز. بس يا جماعه كده؟
لما يقول لي diagnosis of حاجة معينة يبقى يقصد انك هتقول هتتكلم انت على ثلاث حاجات. diagnosis يعني clinical picture، انا هوصل للdiagnosis ازاي؟ هوصل للdiagnosis باني اشوف الكلينيكال picture symptom profile واطلب اشعات وتحاليل اللي هي investigation، وافرق في دماغي ما بين مجموعة الامراض اللي بتتشابه في الكلينيكال picture دي، يبقى ده differential diagnosis. يبقى الثلاثة ايتم دول هم اللي اسمهم diagnosis. لو قال لي تريتمنت اوف كذا يبقى التريتمنت واضح اهو الايتم رقم 7، لكن لما يقول لي مانجمنت اوف كذا يبقى مانجمنت دي تساوي دايجنوزز زائد تريتمنت. بس يا جماعه معظم الناس بتغلط لما بيجي سؤال مانجمنت بيكتب التريتمنت بس، فبيبقى في نص الدرجه على الفاضي وهو ما يعرفش. صيغه السؤال لما بيتقال مانجمنت يبقى معناها دايجنوزز اند تريتمنت، والدايجنوزز ثلاثه ايتم كلينيكال ديجيتال وانفستيجيشن وديسكربشن دايجنوزز. اوكي يا جماعه كده؟ نبدا بقى نشوف الديزيز اللي عندنا. هنلاقي ما عندنا اول كاتيجوري اللي هي disorder of eye slash position. في مشكله في البوزيشن بتاع الناس. اول مره عندنا في الخانه دي الحاجه اللي هي اسمها رابنج لاش. الرابنج لاش دي عباره عن ايه؟ عارفين يا جماعه قلنا مشكله الاي داشت ان هي ما فيهاش ريكتور فيلي ماسل، وبالتالي لو حصل اي فايبروزس حوالين البوليكيس الناس دي هتتعود الفايبروزيشن ممكن يشد البوليكيس في اي اتجاه لان ما فيش العضله اللي بتحكم شكل البوليكيس. فتلاقي ادي مثلا لو الجلوب عامله كده وادي الابر ديت المفروض اللاش طالع على قدام بالطريقه دي، حصل فايبروزس شدت البوليكيس في اتجاه غلط فانقلب اللاش بقى عامل كده. فاللاش كده بقى عمال يخبط في ايه؟ يخبط في الجلوب، تمام كده؟ ده اللي بنسميه رابنج لاش. بس كلمه رابنج لاش دي حددوها بان عدد اللاش اللي باظت او انقلبت اربعه او اقل. يبقى كلمه رابنج لاش دي لو جينا نقول الديفينيشن عندنا اربعه او اقل، يعني واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه. بقى حصل لهم ايه؟ بقوا مال دايركتد. باظوا في الدايركشن بتاعهم فبقوا يعملوا رب اجينست الجلوب. ايه اللي هيتخبط في الجلوب؟ الكورنيا او الكونفرتايزا. انهي جزء من الكونفرتايزا؟ البلبرا ولا البلبر؟ البلبر. البلبر دي اللي ورا الليد. يعني هنا انت لما يبقى عندك ادي منظر العين اهو وادي فيه لاشز مقلوبه كده مثلا، اللاشز اللي مقلوبه هنا دي تخبط في الكورنيا. كل ما المريض يرمي الشيرام ويفتح تخبط في الكورنيا، لكن دي تخبط في الكونفرتايزا. يبقى بتراب اجين في كورنيا اند بلبر كونفرتايزا. تمام كده؟ الايتم الثاني الايديولوجي فايبروزز اراوند اللاش والوجه. نيجي بقى نقول تجميعه كده مع بعض دلوقتي الامراض اللي بتعمل فايبروزز، لان دي هتقابلنا كتير قوي. اي سبب للفايبروزز حوالين اللاش فوليكل لان مفيش ريكتور فيزيا ماركت يحل الفوليكل بتاعه. مش كل الديزيزز اللي عندنا يا جماعه بيحصل لها هيلنج باي فايبروزز، لا، في مجموعه محدده من الامراض هي اللي بيحصل لها هيلنج باي فايبروزز وهي اللي بتعمل كومبليكيشن كلها لها علاقه بالفايبروزز. اول حاجه عندنا دي الرابنج لاش. امراض الفايبروزز بقى هي ايه؟
اول حاجه طارئ التراتيف واكتبها زي تجميعه كده التراتيف بليفرايت دول هنقولهم في حاجات كتيره قوي. تاني حاجه التراكوم. ثالث حاجه الممبرينا كونجنكتيفايت. رابع حاجه الفيربس زوستر اوفتالميكا. ثالث حاجه الكيميكال بيرن. دول هتقولوا اي حته في المنهج تيجي فيها كلمه فايبروزس في العين تروح رابط الخمسه دول قبل امراض الفايبروزس. الالتراتيف بريفايتس والتراكوما والممبرين كونجنكتيفايتس والنرف الزكر اوكتابريكا والكيميكال بيرن. اي حاجه من دول تحصل تعمل السبب اللي قلنا عليه اللي هو الفايبروزس اراوند ذا لاش موليكيل تبقى اللاش تتعوض وتعمل الايه؟ الكلام. طيب لما نيجي نقول الايتم اللي بعد كده الكلينيكال بيرن هنلاقي ان عندنا سيمبتوم هقسمها عادي خالص وتايم. السبايرز اللي هي اللي احنا قلناها انا لما اجي افحص المريض الاقي ايه؟ الاقي واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه لاشز بقوا مال دايركتد وعمالين يعملوا رابط لابيبس كورنيا او البلبر كونجنتايز. طيب اللاشز كده طالعه منين؟ في مشكله في المكان اللي هي طالعه منه؟ يعني انا عندي ادي البلوب اهي وادي الاي ليد اهو. اللاش المفروض المطالع علاقته ايه بالجري لاين؟ النورمال طالع من قدام الجري لاين. احنا ما قلناش مشكله في كده، احنا طالعين من قدام الجري لاين، بس المشكله انه اتعود وبقى الدايركشن بتاعه لورا بدل ما كان بيطلع لقدام. يبقى هنا في الفايل لازم ناكد على نقطه ايه؟ اللاش مال دايركتد لكن طالعه من نورمال تايب اوف اوريجن، لان ده اللي هيدخل في ديفرنشال دايجنوستكس مع الديزيز تاني هيجي بعد 10 دقائق هتبقى اللاش طالعه من مكان تاني. يا جماعه كده؟ طيب السيمبتوم اللي هيشتكي منها المريض، واحد الرموش عماله بتخبط في الكورنيا والكورنيا دي فيري سنسيتيف، تمام؟ فتلاقي السيمبتوم بتاعته أول حاجة هما ثلاث كلمات بيتقالوا كده دايما مع بعض فوتوفوبيا ولاكريميشن وبليفاروسبان. دول يا جماعة ثلاث كلمات بيتقالوا في حاجات كتيرة جدا. ليه؟ وليه مرتبطين ببعض؟ لأن الثلاثة دول بيحصلوا نتيجة اريتيشن أوف تيرمينال زي ما قلناهم كده في كونجيتا جلوكوما وإحنا بنقول بيحصلوا اريتيشن أوف تيرمينال نيرف إنجل أوف ريجيمينال نيرف. السنسور النيرف فضائي بتاع العين كلها جاي من الترايجيمينال، تمام؟ واكثر جزء سنسيتيف في جسمنا كله هو الكورنيا، لان النيرف فايبرز اللي فيها نون مايلينيتد زي ما قلنا، زي ما يكون سلك كهرباء ومش متغطي بالبلاستيك، سلك كهرباء عريان كده، ففيري فيري سنسيتيف، تمام؟ فلما يحصل اريتيشن لاي سبب من الاسباب تبص تلاقي النيرف اندنجز دي تشغل ريفلكس يحصل الثلاث حاجات دول. فوتوفوبيا يعني المريض مش قادر يفتح في النور. من السيلولار انفلتريشن اللي بيحصل في الكورنيا. لكريميشن عينيه بتدمع بليفروس باد يعني مغمض عينيه بيحصل السبب في الاورديكولار اوكيوري اللي كنا بنتكلم عنه. تبص تلاقي المريض مغمض عينيه جامد كده وتيجي تفتحها هو نفسه بيلاقي صعوبه في انه يفتحها. وزي ما بقول لك عشان تقرب الموقف اللي زينك انت لو ماشي في الشارع وتراب دخل في عينك مثلا ذره راوند دخلت في عينك استرجع كده شكلك بيبقى ايه ساعتها هتلاقي بيحصل لك الثلاث حاجات دول. تلاقي عينيك بتدمع وتلاقي عينيك مقفوله انت نفسك مش عارف تفتحها، لو حد زميلك معاك يقول لك طب افتحها بس وريها لي هو مش عارف يفتحها لك وانت مش قادر تفتحها، وتلاقي نفسك مش قادر تفتح في النص. تمام كده؟ المريض ده اللي عمال حاجه بتشكه كل ما يرمش هيبقى عنده فورن بودي يبقى دي الكلينيكال بيكتشر اللي عندنا، مريض الرموش عماله تخبط في عيني فعنده فوتوفوبيا ولا كريميشن اوف ليفر سبيس نتيجه اريتيشن اوف تيرمينال نيرف اندنج اوف ريجيمينال نيرف. والمريض ده عنده فورن بودي سنسيشن يجي يقول لك حاسس كانه رمله في عيني كل ما برمش حاجه بتحط في عيني من الرمش اللي مقلوب ده. ستايل الاقي اربعه لاشز او اقل فاقومال دايركت وعمالين يعملوا رابنج اجين التوكورنيا عند بلبر كونجنتايتس بس اللاشز طالعه من النورمال سايت اوف اوريجن اللي هو ان فرانت اوف ذا جري لاين. هي طالعه من المكان الطبيعي بتاعها بس الدايركشن غلط. تمام؟
دي حاجة واضحة أنا ما بحتاج لهاش انفستيجيشن ولا أشعة ولا تحاليل ولا أي حاجة. أنا بس بقول لو أنا سبتها خالص هتبدأ تعمل كومبليكيشن، هتبقى كومبليكيشن على الحاجتين اللي الرموش بتخبط فيه، على الكونجنتايزا وعلى الكورني. انت عندك جزء من الجسم انت عامل الرموش دي في كل بلانك، انت ترمش 10 مرات مثلا كل دقيقه، فالرمش عمال يخبط في حكه الكورنيا ويحك في الكونتنتايزا كده 10 مرات كل دقيقه، فطبيعي اللي يحصل في الكونتنتايزا انفلاميشن اللي هو هيبقى اسمه كونتنتايزا، ممكن الابيثيليوم يقع ويعمل كونتنتايزا التريشن، وممكن يحصل ميتابليزيا في الكونجنتايفا. ميتابليزيا دي يعني ايه يا جماعه في الباثولوجي؟ ميتابليزيا معناها ان الابيثيليوم بتاع اي تشو يتنقل من الصوره الاقل للصوره الاعلى. احنا عارفين ان في ابيثيليوم مثلا بيبقى لير واحده وتلز صغيره كده، يقول لك اسمها مثلا سمبل بيوبيكال ابيثيليوم. الابيثيليوم مثلا عيني شويه والخلايا كبرت كده بقى اسمها سمبل كولمنر ابيثيليوم. بعد كده بقت كذا لير بقى اسمها ستراتيفايد ابيثيليوم. بعد كده اتكون كيراتين بقى ستراتيفايد سكويمر كيراتينايز ابيثيليوم. تمام؟ ففي صوره مفضله والابيثيليوم عمال ينضاف عليه. اي جزء في جسمك تقعد تخبط فيه تحك فيه كده بعد فتره، لان العمليه دي بتبقى كرونيك، الكرونيك اريتيشن ده بيخلي الابيثيليوم يتنقل من الصوره الاقل للصوره الاعلى. تمام كده؟ انا عندي الابيثيليوم بتاع الكونجنتايفر بيبقى معظم اجزاء الكونجنتايفا تنزل كونجنتايفا ابيثيليوم. تمام؟ يفضل مع الكرونيك اريتيشن يزيد 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 لحد ما يبقى ستراتيفايد سكويرس كيراتينايز. ايه الحاجه اللي هي ستراتيفايد سكويرس كيراتينايز اللي اسمها اصلا؟ اللي هو الابيدرمس بتاع السكن. فيسموا الميتابليزيا دي يسموها ابيدرمويد تشينج. احنا عارفين ان اويد يعني ايه؟ يعني شبه. فابيدرمويد تشينج يعني بقى الابيثيليوم بتاع الكونجنتايفا شبه الابيثيليوم بتاع الابيدرمس بتاع السكن من الميتابليزيا، من ان الابيثيليوم عمال يعلى بسبب الكرونيك اريتيشن. بس مع كده نفس الايتم دي هي اللي بتحصل في الكورنيا. هيحصل انفلاميشن في الكورنيا، واي انفلاميشن في الكورنيا هنعرف انه يساوي كلمه فاسكولاريزيشن. المفروض ان الكورنيا يا جماعه فيها بلاد فيسل؟ لا. لما يحصل في الكورنيا انفلاميشن تبدا تدخل فيها بلاد فيسل. يحصل كيراتايتس ودي تعمل فاسكولاريزيشن. زي ما حصل التر في الكونجنتايفا هيحصل التر في الكورنيا. وزي ما حصل ميتابليزيا ابيدرمويد تشينج يحصل في الكورنيا ميتابليزيا ابيدرمويد تشينج. تمام كده؟ نيجي بقى نشوف التريتمنت. احنا هنعالج الرابنج لاشز ازاي؟ أول مرة هم يفكروا إن هم يعملوا الرابنج لاشز دي على الجوه، هم زي ملقط كده واصل، واللاشز اللي معروفة دي راحوا إيه؟ شايلينها. شايلينها فاضل فيتش اسمها إيبيليشن. يبقى الإيبيليشن ببساطة إن أنا عملت ريموفال أوف ذا أي لاش ويز فورس. تمام؟ أي شعرة تتشال هيطلع مكانها. تمام كده؟ ليه؟ ليه بيطلع مكانها؟ لان انت عندك ادي ستيبس اهو، انت لما شلت اللاش انت شلت دي بس، لكن انت شلت الفوليكل. الفوليكل دي المصنع انه هيطلع لاش جديده، بل بالعكس كمان مش بس كده، اللاش اللي بتتشال ويجي يطلع مكانها تطلع اكبر وتطلع اقوى. فالحل ده هل هو حل بيرمننت نعتمد عليه؟ لا، الحل ده بيتقال عليه حل تمبرر، لان هتطلع يحصل جروب جديد للاشز وتطلع تاني وتعمل نفس المشكله. فبداوا يفكروا ان احنا عاوزين نعمل عمليه نخلي الواحد او اثنين او ثلاثه او اربعه لاشز دول يبوظوا خالص وما يطلعش مكانها. ده المصنع اللي بيطلع اللاشز.
يبقى علشان ابوظهم وما اطلعش مكانهم لازم ادمر البوليس دي. علشان كده العنوان بقى الثاني لو قلنا ده الحاجه التمبرال اللي هي ما بنعملهاش، الحاجه بقى البيرمننت اللي هي ايه؟ ان انا عايز اعمل بيرمننت ستراكشر اوف اي لاش بوليكلز. انت عندك عدد قليل من اللاشز هي اللي ضايقه، اربعه او اقل. الاربعه او الاقل دول سهل ان احنا نستغنى عنهم. احنا عندنا في الابر ليد عندنا بيوصل لحوالي 150 لاش، وفي اللور ليد عندنا حوالي 75 لاش. سهل قوي ان احنا نقول عندي ثلاثه او اربعه بايظين ان انا عايز ادمرهم واستغنى عنهم والتانيين شغالين كويس، مش مشكله يعني. تمام كده؟ انا عايز احقق الديرمنال ستراكشر عشان اللاشز ما تطلعش تاني. العنوان ده هو البرنسبل بتاع العمليات اللي هتتعمل. خلوا بالكم يا جماعه، اي عمليه تجي لنا في المنهج حط في دماغك ان انا عاوز اقول عليها ثلاث حاجات. اول حاجه البرنسبل ده رقم واحد. ثاني حاجه ارسم لها رسمه. تمام كده؟ ثالث حاجه العمليه دي بتتعمل في حالات ايه وما بتتعملش في حالات ايه؟ يبقى انديكيشن اند كونترا انديكيشن. خلي بالك الكتب دي مش عارف مكتوب فيها تفاصيل، التفاصيل دي مش تبعها. الا في عمليه واحده كده في الكفرك اللي هي دي ايه؟ اللي بنقول فيها شويه تفاصيل، لكن طول المنهج انت ماشي بالرول ده. ان اي عمليه يا جماعه مطلوب مني ارسم لها رسمه واكتب عليها ثلاث اربع خطوط، البرنسبل اللي هو فكره العمليه دي معتمده على ايه؟ والعمليه دي ينفع تتعمل في حالات ايه وما ينفعش تتعمل ايه؟ يبقى ده انديكيشن اند كونترا انديكيشن. تمام كده؟ نيجي بقى نشوف ده السطر اللي انا كاتبه ده البرنسبل بتاع العمليات اللي هتتقال مني، ان انا عاوز اعمل بيرمننت ديستراكشن اوف اي لاش بوليكل. طب انا بعمل البيرمننت ديستراكشن ده بكام طريقه؟ عندي ثلاث طرق. ابوظ فيهم البوليكل عشان ما اطلعش لاش جديد. اول طريقه اعمل بيرمننت ديستراكشن باي هيت، تتحرق بالحراره، دي العمليه دي اسمها دايتيرمي. العمليه الثانيه ان انا ابوظ البوليكل بكيميكال ماتيريال، بماده كاويه اللي هي ال NaOH، الصودا الكاويه دي، يبقى العمليه دي اسمها الكتروليز. العمليه الثالثه ان انا ببوظها بالارجون ليزر، نوع من الليزر كده، يبقى ده اسمها العمليه اسمها ارجون ليزر ابليشن يعني حرق. ماشي يا جماعه؟ يبقى انا عندي بيتعمل رابط لاشز، خلوا بالكم بيتعمل ثلاث عمليات. الثلاث عمليات يا جماعه فكرتهم واحده، كل موضوع انت خلي بالك انت بتلخبط بين مثلا عمليات الرابنج لاشز وعمليات التريكيدس وعمليات الانتروبيو، لانك ما ذاكرتهمش مجموعات زي ما بقول لك كده. احنا هنذاكرهم او هنفهمهم مجموعات مع بعض. كل عمليات الرابنج لاشز لها فكره واحده، الراجل اللي جه يفكر يعالج الرابنج لاشز فكر ازاي؟ قال لك انا عندي لاشز كتير منهم ثلاثه اربعه بايظين وعاملين لي مشكله وهيعملوا لي كورنيال ألسر ومضايقين العيان. هستغنى عنهم، هحرقهم خالص، وانا مش هبوظ شكل اللسه حاجه لان عنده لاشز كتير ثانيه. مش هيفرق ان انت عندك 100 لاش شلت منهم ثلاثه، مش هيفرقوا خالص. تمام كده؟ فانا عاوز اعمل ديرمنت ديستراكشن للاي لاش بوليكل. يعملها بالحراره، احرقها بالادايتيرمي، يا بكيميكال ماتيريال اسمها الكتروليزم، يا بالارجون ليزر اسمها ارجون ليزر ابليشن. عمليه الدايتيرمي دي هنحرقها بالحراره ازاي؟ بصوا كده، ادي البوليكل اهي. احنا يا جماعه بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي نجيب ابره تحت الميكروسكوب، الابره دي ندخلها من الفتحه اللي طالع منها اللاش وندخلها في البوليكل. الابره دي واصله السلك، وعشان الدايره الكهربيه تكمل في الالكترود الثاني اللي هو بيبقى عباره عن برود بي وفليت، ده بحطه على اي جزء في جسم العيان، بيمسكه في ايده، بتحطه على وشه عشان الدايره الكهربيه تشمل. يبقى ده بيبقى ابلايد تو اي بار
of the body. أي جزء من جسمه بيتحط عليه البرود بيشوف ده. ده أول الإلكترود. الإلكترود الثاني بيبقى عبارة عن نيدل introduced into dash point. تمام كده؟ ونبدأ نمشي الكهرباء. الكهرباء طبعا بتسخن النيدل دي. تمام؟ فبعد ثواني 30 ثانية 40 ثانية بتتحرق الكوليجن دي خالص. تمام كده؟ اوكي يا جماعة، مين العلامة ان الكوليجن اتحرقت؟ السؤال اللي دايما بنسأله ده. تعرف منين؟ شفت ريحة شياط يعني؟ لا، العلامة ان الكوليجن اتحرقت ان اللاش، خلوا بالكم الكلمة دي، كم أو easily without resistance. يعني احنا بنمشي مثلا في التيار الكهرباء ده لمده مثلا 10 ثواني وبيبقى معاك فرصه في ايدك تحاول تشد الايد اللاش في resistance اللاش يعني مثلا هتبقى اقوى كمان من الشعره دي فمش هتطلع. تمام كده؟ لسه في resistance مشيها 10 ثواني كمان. لسه في ريزيستنس تمشيها لحد ما تيجي في لحظه معينه تلاقيها ما بقتش ماسكه في التيشو خالص، تعملها كده من غير اي شد تطلع. يبقى انا اعرف كده ان الفوليكل بقت حصل لها كومبليت بيرن بالتاثير اللي بيحصل ده. تمام يا جماعه؟ والداش كام اوت ايزلي وداوت تمام؟ ادي ايه؟ الدايتن. الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه الموست كومن اللي احنا بنستخدمها اللي هي طريقه الالكترونيك. انا عاوز احرق الكوليجين بس بحرقها بكيميكال ماتيريال اللي هي الصودا الكاويه دي اللي هي اوريج. انا هدخل الكيميكال ماتيريال دي جواها ازاي؟ انا بعمل المنظر ده. ادي اللاش اهي. انا هاجي وادخل ابره تحت الميكروسكوب برضو جوه الكوليجين كده. والابره دي واصله سلك والسلك ده ماسك فيه الالكترود الثاني عشان برضه الكهرباء تمشي. هنا الالكترود الثاني ده بيبقى ويت باد اوف كوتون. بنجيب حته قطنه مكنونه برضه ابلاي تو اني بارت ان ذا بودي. احنا بالعادي بنقول للمريض امسكها في ايدك. بنجيب حته قطنه مكنونه كده واصله بالسلك ونقول للمريض طبق ايدك عليه. والالكترود الثاني النيدل اللي داخله جوه الايه؟ في العمليه الاولانيه اللي هي الطيارتين دي انا ما قلتش ان ده بوزيتيف ولا ده نيجاتيف. انا هنا استخدمت alternating current اللي هو التيار الكهرباء العادي اللي ماشي في السلك ده اللي هو بيبدل بوزيتيف ونيجاتيف مع بعض. دلوقتي بوزيتيف ويقلب نيجاتيف ويقلب بوزيتيف. تمام؟ ليه؟ لان في عمليه الدايركتري انا ما يفرقش معايا النيدل دي تبقى شحنتها بوزيتيف ولا نيجاتيف، انا يفرق معايا ان الكهرباء تعدي والنيدل تدخل. صح كده؟ انما في الالكترونيزم لا. في الالكترونيزم انا ما بستخدمش تيار الكهرباء العادي، انا بستخدم هنا بطاريه. البطاريه لها ناحيه دايما بوزيتيف وناحيه دايما نيجاتيف. صح كده؟ النيدل دي بتحكم انها تبقى نيجاتيف الكترون. بمشي كهرباء بس عن طريق بطاريه مش بطاريه الكهرباء ودايما ببقى موصل النيدل اللي دخلت في الفوليكل بالنيجاتيف الكترون. ليه؟ علشان الكهرباء لما تعدي الميه ال H2O دي هتتحول ل H بوزيتيف و OH نيجاتيف. الكهرباء تعدي في الميه لازم تحولها ل H و OH. تمام كده؟ فايدة النيجاتيف الكترون ان هو بالنيجاتيف تشارج بتاعته يسحب الصوديوم ايونز من التيشو. طبعا احنا عارفين ان الصوديوم هو المين كاتايون اوف اكسترا سيلولار فلويد. كانوا بيقولوا لنا كده في السيلولار. الصوديوم ايون موجوده في كل السيلز كل الاكسترا سيلولار فلويد مليان صوديوم. فانت بتدخل له النيجاتيف الكترون عشان يسحب الصوديوم. يبقى انت جبت له الصوديوم ايونز 3 والكهرباء خلقت لك الاو اتش 3. يقوم الاثنين دول يتجمعوا على طول يعملوا ال اي او اتش. يبقى نتيجة إن أنا أدخل النيجاتيف الإلكترون هنا وأمشي الكهرباء إن يتكون بتركيز عالي جوه الكوليجين ال ان اي او اتش. أول ما يتكون 10 ثواني 20 ثانية بتتحرق الكوليجين. أعرف منين إن الكوليجين اتحرقت؟ إن اللاش كام أوت إيزلي وداوت ريزيستنس. طول ما أنت بتشد اللاش وتلاقي فيه ريزيستنس لسه ماسكة في التيشن يبقى معنى كده إن أنا ما اتحرقتش بالكامل وممكن تطلع تاني.
لا انت بتفضل حاطط الابره يعني مثلا 20 ثانيه 30 ثانيه زي ايه؟ زي ما يكون يعني المهم في الاخر تيجي انك تشد الناس تلاقيها طلعت من غير اي مشكله. معايا كده؟ اللي باقي خالص اللي ما عرفش يمسك او اسجل لاي حاجه الهيدروجين ده يطلع من طول الجاز يتكون غاز الهيدروجين ده جوه الكوليجن وتلاقيه عمال يطلع من الاوريجن يعمل بابل. فده بابل جاز عمال يبقلل كده من الكوليجن. هو ده الكلام اللي هتلاقيه مكتوب عندك ان انا بجيب نيجاتيف الكترود ادخله في الفوليكل نيدل والبوزيتيف الكترود ويك بلاد القطن. النيجاتيف الكترود ده بيأتراكت الصوديوم ايون. الالكتريك كارنت بيحول ال H2O ل H2OH. دول يتاكدوا يعملوا ان ايه او اتش وده يعمل بابل اوف هيدروجين جاز. لا في مصر هو بيبقى هو مصر في مصر في مصر تمام كده. هي بطاريه مصدر كهرباء دي ده بيبقى واصل عليها الناحيه النيجاتيف والويت بدل الفوتون واصل عليها الناحيه البوزيتيف في مصدر كهرباء. معايا يا جماعه كده؟ يبقى ده اللي هو الايه؟ الالكترون. العمليه الثالثه اللي هي الارجون ليزر ده يا جماعه نوع من الليزر فيبقى لينا تجميع في الاخر في انواع الليزر. نوع من الليزر اسمه ارجون. انا عايز اعرف بس عنه ايه؟ ان الارجون ليزر ده لما بيجي على اي تيشو بيحرقها بيعمل لها فوتوك وابيوليشن. تاثير الليزر ده على التيشو انه بيعمل فوتوك وابيوليشن بيحرق التيشو. فانت بتيجي تحت الميكروسكوب وتطلع شعاع الليزر ده يدخل من الاوريجن الفتحه بتاعت الكوليجن ويحرق اللي جوه الكوليجن وتلاقي الهاش برضه كام اوت ايزلي وداون. يبقى يا جماعه كل عمليات او ثلاث عمليات بتوع الرابل بلاش فكرتهم واحده. فكرتهم ان انا عندي عدد قليل من اللازم اربعه او اقل وبالتالي ممكن ان انا استغنى عنهم من غير ما ابوظ شكل الليست. تمام كده؟ استغنى عنهم ازاي؟ اعمل فيرمنت ديستراكشن للمصنع اللي بيطلع الايه؟ اللازم اللي هو الاير كوليجن. يعمل لها فيرمنت ديستراكشن بالتيز يا بالاي او اتش يا بالليست. تمام كده؟ هو انا بتكلم اي واحده منهم ولا في واحده؟ على حسب المتاح. هو طبعا الليزر احسن الليزر انضف بس جهاز الليزر مش متاح في كل حته. احنا مثلا ممكن يبقى عندنا جهاز ليزر اماكن ثانيه ما فيهاش فساعتها الجهاز المنتشر قوي الكومون قوي اللي هو الالكترون ماشي كده. يبقى دي الفكره العامه يا جماعه بتاعت عمليات الرابنج لاب. يعني هو نفس الديزيز طب هم ليه اسموه؟ يعني ايه اللي خلاهم يعملوا ده ديزيز بعنوان وده ديزيز؟ لان التريتمنت مختلف خالص، فكره التريتمنت مختلف. لما كان عندنا عدد لاشز قليل اربعه او اقل كانت الفكره اللي في المغرب ان احنا ندخل بالابره واحده واحده نحرقها. هم اثنين ثلاثه اربعه بالكثير. انما في التريتمنت لا زي ما هنشوف في الصور ممكن يبقى معروف 40 لاشز. ممكن يبقى 50 60 لاش معوجين. حاجه مش منطقيه ان انت تقعد تشك المريض وتنقي مثلا 60 لاش يعني تشكه في الليل 60 مره وتحرق له 60 لاش. غير ان في مشكله ثانيه ان انت اللاشز ديت لها دور كوزمتيك. تمام كده؟ وهتحس المنظر ده لما وريت صور دلوقتي اللاشز بتاعتها واقعه خالص. تمام كده؟ فانت لما يبقى عندك 150 او 100 لاش حتى في الليل منهم ثلاثة أو أربعة بيضين وحرقتهم ما يحصلش مشكلة في الشكل.
انما لو انت حرقت 40 او 50 ناس لا هتبقى بوظت ايه شكل النت. فعلشان كده اللي جه يفكر يعمل عمليات لسه الجيز قال لك لا انا مش عايز احرق اللاشز. قال لك انا مشكلتي ايه؟ مش في لاشز معوجه وبتخبط في الكورنيا، انا هسيبها معوجه زي ما هي بس هبعدها عن الكورنيا. يبقى الفكره اللي هتتقال هنا في عمليات التريجيز هو تو ديسبليز اللي هو البريمت بقى اللي قلنا ايه العنوان او فكره العمليه اللي بنكتبها ونبلوزها كده تو ديسبليز مال دايركتد لاشز away from the globe. فاهمين يا جماعه الفكره؟ احنا عندنا اثنين ديزيز هم واحد في كل حاجه، بس الديزيز حصل بصوره بسيطه اتعوجت لاشز 1 2 3 4، والديزيز حصل بصوره كبير اتعوجت 20 30 40 50. لما عدد اللاشز اللي اتعوجت كان قليل، فكره العمليات ان انا هستغنى عنهم هحرقهم واخلص منهم اللي عاملين المشكله دول. انما لما العدد يبقى كبير لا مش هينفع احرقهم. طبعا ليه؟ هسيبهم موجودين معوجين زي ما هم، انا مش هقدر اعدلهم، انا هسيبهم موجودين معوجين زي ما هم بيعملين منظر تمام كده، لكن انا هبعدهم عن الكل. يبقى البرنسبل بتاع عمليات التريجيز هو تو ديسبلين مال دايركت لاشز اواي فروم ذا جروب. تمام؟ نيجي بقى نشوف العمليه اللي انا هعملها. قال يا جماعه منظر احنا قلنا هنرسم بقى نرسم مع بعض كده ايه رسومات العمليه دي. ادي منظر ابر تمام كده، اللاش طالع من عند الانتيريور راوند كورنر يعني من النورمال سايد اوف اوريجن صح كده؟ بس هو للاسف بدل ما كان يطلع على قدام هو راجع على ورا كده. فبالمنظر ده اللاش طبعا بيخبط في الكورنيا وبيخبط في البلبر في الريفر تمام؟ ده منظر اللب قبل العملية، هتكتب هناك وتكتب عليها البيانات تقول دي ايه؟ ده المنظر البري اوبراتور. ده الشكل قبل العملية، واللاش المعروف ده ماس دايركتد لاش. تمام؟ وقال الستارت اب هو الاناتومي العادي بس اللاش معروف. احنا بقى هنعمل ايه؟ انا عاوز هدفي ان انا احقق العنوان ده، هسيب اللاش معوض بس هبعده عن الفرص. بصوا يا جماعه انا هاجي بالمشرط اعمل انسيشن في الجري لاين هنا مكان الجري لاين. لما اعمل انسيشن في الجري لاين اقسم الليت لايه؟ الليت لاميلي انسيدو لاميلي مكونه من سيلو ماتر انسيدو لاميلي مكونه من ضغطه وكونفرن تايب. يبقى المنظر عامل كده. صح يا جماعه؟ انا جيت قفلت بالمشرط وفتحت الليد 2 لاميليا اهو وادي الطرف عادي خالص. كويس كده؟ وعلشان الاثنين اللاميليا ما يردوش على بعض تاني رحت حاطط بينهم هنا ميوكب جراس. طيب نشوف بقى اللاش. اللاش اتعدل؟ لا. يعني ما تحاولش ان انت ايه تعمل قدرات خارقه للعمليه وترسم لي اللاش معدول كده. لا. ماشي يا جماعه هي العمليه اللاش معروف. انا بدات العمليه باللاش معروف وانتهيت من العمليه اللاش معروف برضه. تمام كده؟ بس الفكره بصوا بقى كده هو معروف وراجع لورا نفس الرجعه بتاعته بس شايفين الوضع ده؟ هنا كان بيخبط في الكورنيا لكن هنا بيه. صح كده؟ يبقى ده المنظر البوست اوبرتر. هي دي الرسمه اللي انت مطلوب منك ترسمها بالظبط وهي دي اللي بيتقال لك في الشغل يديك ورقه وقلم ويقول لك ارسم لي الرسمه دي. معايا يا جماعه في الرسومات دي؟ ده المنظر البوست اوبرتر اهو. اللاش هنا تكتب انت عليه كده عشان تبين ان انت فاهم هو ستيل مال دايركت اللاش. تمام؟ بس انا حطيت ميوكاس جراف ان جراي لاين. فاللاش باعت. تمام يا جماعه كده؟ العمليه دي اللي انا رسمتها دي اسمها زام ميلينجن
operation. لما انا اجي اقول لك طبق الثلاثة ايتم اللي بيتقالوا في اي عملية على الهاند انجن اوبريشن دي، ادي اول حاجة دي الرسمة المطلوبة تخيل وتكتب عليها الكلمتين اللي انا كاتبهم دول الهاند انجن اوبريشن، ادي الرسمة بتاعتها. الايتم الثاني اللي مطلوب الدايركتد، انا عملت فيها ايه؟ عملت فيها دود سبيلينج مان دايركتد لاس اواي فروم ذا جلوب عن طريق ايه؟ باي انسيرشن اوف ميوكاس جراب ان جرين لاين. انا حطيت بس ميوكاس جراب في الجري لاين علشان احقق البريمتر دود سبيلينج مان دايركتد لاس اواي فروم ذا جلوب باي انسيرشن اوف ميوكاس جراب ان جرين لاين. تمام؟ الايتم الثالث في اي عمليه انديكيشن وكونترا انديكيشن. بصوا كده انا راسم هنا ابر ليد ولا لور ليد؟ انا راسم ابر، تمام كده؟ يبقى هي الانديكيشن بتاعنا 3 كيز اوف ابر ليد. ما دام قلت واكدت على ان هي ابر ليد يبقى اكيد بالعقل كده الكونترا انديكيشن ازاي تتعمل في اللور ليد. ليه بقى كونترا انديكيتد في اللور ليد؟ بصوا يا جماعه الميوكاس جراكت اللي انا حطيته ده باين قدام الناس ولا مش باين؟ يعني هو محطوط فين؟ محطوط هنا في الانتر مارجنال ستريت مكان الجري لاين، صح يا جماعه؟ الانتر مارجنال ستريت دي باينة ولا مش باينة؟ لا هي تفرق بين الابر ليد واللور ليد. انت لما تبص للشخص اللي قدامك كده تخيل كده انت باصص لواحد قدامك، انت شايف الانتر مارجن ستريت بتاع الابر ولا بتاع اللور؟ بتاع اللور هي اللي باينة قدامك على طول، انما بتاع الابر لا عمرك انت ما تقدر تشوف، تمام كده؟ وانت باصص قدامك كده. الميوكاس جلاكت اللي انا بحطه ده لونه غير لون الاسكين، وبعد فتره بيتوازن. اللوكاس جراف ده بيتاخد من الانر سايد بتاع الناس، بتقطع حته من جوه وتتنظف من الايه؟ من الصب لوكاس فات وتتحط في الايه؟ في المكان. بعد فتره بيتوازن، يعني هي شكلها وحش. تمام؟ فاللوكاس جراف اللي بيتحط في الابر ليد مش باين، ما بيفرقش موضوع الشكل. لكن لو انت حطيته في اللور ليد هتبص تلاقي واخدين بالكم هنا الليد كان تخنه قد ايه وهنا بقى قد ايه؟ لو انت حطيته في اللور ليد هتبص تلاقي اللور ليد كمل قد كده وبقى في الحته السوداء دي، هيبقى شكله واحد. فعلشان كده بنقول انه كونترا انديكيتد في اللور ليد لان هو ديسفيجرنج اوبريشن، يعني عمليه شكلها وحش لكن هو انديكيتد في الابر ليد. ماشي يا جماعه معايا كده؟ انا حققت البرنسبل الاساسي اللي انا عايز احققه في التركيز عن طريق ان انا حطيت لوكاس جراف في الجري لاين. خلي بالك اللاش معوج زي ما هو بس بعد عن الفورميا. الجراف اللي انا حطيته ده شكله وحش قوي لو حطيته في اللور ليد فكونترا انديكيتد في اللور ليد، لكن بتتعمل العمليه دي في الابر ليد. معايا كده؟ نيجي بقى نشوف ايه العمليه اللي ينفع تتعمل في اللور ليد. وكده يا جماعه نيجي نرسم لور ليد كده ادي الطرفه ادي اللاش النان دايركتد. نرسم يا جماعه على اكتب على الرسمه دي ان ده المنظر الجري خضرا وده لاش مان دايركت، تمام كده؟ الجزء اللي هنا اللي في الاناتومي اللي داخل لجوه ده شويه اللي احنا بنسميه سلطر سلطر ثالث. معايا يا جماعه؟ ادي منظر الايه؟ الاناتومي العادي. انا عاوز احقق الهدف ده، عايز ابعد الايه؟ المال دايركتد لاش عن الكورني، بس مش عايز اليوكال دراسه يبان. قمنا جينا عملنا ايه؟ دخلنا بالمخرج في السلطه الثالث كده. يعني خلوا بالكم يا جماعه انت عندك ادي اللور ليد اهو
تمام؟ اللور ليب عليه الخط اللي ماشي بالعرض ورا كده، ده اللي هو كأن ده الطرف الثالث على يمين، تمام؟ رحت انا جايب المشرط بالعرض زي الطرف الثالث كده، وده القاطع في الطرف الثالث، بس مش قاطع الجيت كله، مش من اول المجرندايه ورا تحت السكيل قدام، لا انا دخلت بالمشرط لحد مثلا بالجيل الليب كده. وخلي بالك انت لو دخلت جامد هتعمل انت بالسونيك اللي توقع الناس خالص، تمام؟ فانت دخلت كده بعرض الليب بقى كله، فراح المنظر عندي بقى عامل كده كانك بترس البص الجزء اللي تحت ده كانك بترسم كده، الجزء اللي فوق بقى عامل كده، وادي المال دايركتد لاتش، فتحتهم وبعتهم كده عن بعض معايا يا جماعه كده، ورحت حاطط هنا الميوكاس جراس ده، ده المنظر البوست اوبراتيف. لسه السيل زي ما احنا شايفين هنا اللاش معوج مال دايركت اللاش، وهنا برضه اللاش معوج مال دايركت اللاش. امال انا استفدت ايه؟ استفدت العنوان ده، ان انا عملت له ديسبليسمنت اوي فروم ذا بلو عن طريق ان انا حطيت ميوتال دراكت بقى هنا فين؟ في الطرف الثالث. العمليه دي يا جماعه اسمها ويبستر اوبريشن. العمليه تويب الترتيب الرسمه بتاعتها اول ايتم فيها الرسمه بتاعتها اهي، ادي المنظر البري اوبراتيف والبوست اوبراتيف والبيانات عليه. البرنسبل بتاع عمليه ويب ان انا عملت تو ديسبلاي مال دايركتد لاشز او اي فروم ذا جلو باي انسيرشن اوف ميوكاس جراس ان سانكا سانكا. خلي بالك هنا اللي تخن في السيتنس زي ما كان في الفاميلي انجن، لا الليد السونك بتاعه كده والليد السونك بتاعه كده. طيب السؤال الثاني، هل اليوكال جراف ده باين؟ لا، صفر صفر ثابت لورا لما الليد راجع للبوزيشن بتاعه، اليوكال جراف ده بقى التواب زي ما التواب مش ما يفرقش معانا بقى الكلام، هو بيداري ورا، تمام كده؟ يبقى دي مش ديسبيكر الاوبريشن ولا حاجه، يبقى هنا ما عملناش العين اللي كان حصل في الفن ليه؟ فالم ليج ما عرفناش نعملها في النور بيت عشان كانت بتتفجر. هنا لا، دي مش بتتفجر لايه؟ اوبريشن. يبقى دي الانديكيشن بتاعنا ان انا بعملها في الناس اللي عندها بريكيد اوف لور ليج. ما دام حددنا يبقى اكيد كونترا انديكيتد في الاخر. طب ما دام هي عمليه كويسه كده وما بتدخلش الليج ومش بتتفجر، ليه كونترا انديكيتد بتعملها في الاخر؟ ما كنت عملتها في الاخر. بدرجة فترة ثالث فوق بقى. خلي بالك العملية دي يا جماعة معتمدة على إيه؟ على إن الطرف الصغير وضعيف، فبقسم الطرف باثنين يبقى حتة هنا وحتة هنا وأحط اليوكال دراكت يبعدوا عن بعض. الأبر طرف ثيك وفيري سترونج. لو أنت عملت العملية دي وقسمت الأبر طرف باثنين وحطيت بين الجزئين اليوكال دراكت، هتبص تاني يوم العملية تلاقي الجزئين دول ضموا على بعض كده وراحوا حاطين اللوكال دراكت ده بينهم، تمام؟ وتلاقي الليد رجع للبوزيشن بتاعه تاني. تمام؟ يبقى العملية دي كونترا انديكيتد في الأبر ليد علشان سترونج تارجت. ماشي يا جماعة كده؟ يبقى احنا بس عايزين نمشي كده سيستماتيك نرسم دماغنا كده ان اي عملية جديدة زي ما بقول لك بتعمل كتابة هترسم لها رسمة مبسطة زي دي. هتقول ايه الانديكيشن والكونترا انديكيشن بتاعها؟ دي تاني حاجة. وثالث حاجة هتقول البرنسبل بتاعها اللي هو السطر الايه؟ اللي احنا بنقوله ده. ادي العملية اللي اسمها عملية وبالسطر. يبقى احنا دلوقتي يا جماعة قلنا ايه؟ عندي عملية فيرم انجن بتتعمل في الابر ليفل، وعملية ويبستر بتتعمل في اللور ليفل. في بقى عمليتين ينفعوا في الاثنين، في الابر وفي اللور. في موضوع التركيز عمليتين صغيرين كده معلومة شبه كلمة واحدة. بصوا كده. بعض الحالات زي ما هنشوفها يا جماعة في الصور بتبص تلاقي فيها المنظر ده. خليكم بقى معايا، عرفتوا ولا ايه؟ حقيقي والله. حاجة بسيطة والله.
بصوا يا جماعه عمليه خليكم معايا بقى عمليه بدل الانسن وعمليه ويلستر دول انا بحط الميوكس بتاعي في الجري لاين او في السطر الثالث سواء هنا او هنا بعرض الجيت كله. يعني خلي بالك انا لو عندي مثلا في 20 لاش نون دايركت ال 20 لاش متنطورين كده تمام؟ انا بحط الميوكس بتاعي في الجري لاين من اول هنا لغايه هنا فال 20 لاش كلهم بيبعدوا عن الجلوب. هنا بحط السطر كامل من اول هنا لغايه هنا فكله بيبعد عن الجلوب. تمام؟ في بعض الحالات هتبص تلاقي فيه 20 30 لاش مال دايركتد بس كلهم في حته واحده. تمام؟ حته معينه انا حاطط فيها الفايبروسس وكلها تعوض. فساعتها بنعمل عمليه اسهل من دي. بنستفيد ساعتها من الهاي الاستيتيك بتاع اللاش. بنعمل ايه؟ بصوا كده انا لو جيت هنا في الحته دي اللي فيها مثلا 30 لاش جنب بعض معوجين ورحت جاي قاطف كده قاطف بالمقص كده وكده وشايل دول خالص بالظبط كده في خسيتك عاليه في اللب واضم الجزئين دول على بعض ويثبته في مكانه. تمام كده؟ العملية دي اسمها فول سيكلس. فول سيكلس من قصيت الليد كله من اول السكن من قدام لحد الكونجنتايفا من ورا يبقى اسمها فول سيكلس ويدج ريدكشن. شلنا الويدج شيبد اريا المثلث ده عملت فول سيكلس ويدج ريدكشن. فبعد ما شلت الويدج المثلث ده من ضميت الليد على بعضه ورجعته بشكل طبيعي وقلبتهم في بعض دي اسمها ليد ريكونستراكشن. يبقى ويز سبسيكون ليد ريكونستراكشن. والعمليه دي تنفع في القبر وتنفع في النور. يبقى الباند انجن تنفع في القبر بس معايا يا جماعه وما عرفناش تنفع في اللور دي او عرفنا ما تنفعش في اللور دي. الويبستر تنفع في اللور بس وعرفنا ليه ما تنفعش في القبر. لو كل النان دايركت داش بتركزها في حته معينه سواء ابر سواء لوبر يبدا اعمل فول سيكلس فول سيكلس ويدج ريدكشن. فول سيكلس يعني حطيت الليد كله من اول الكونتنتايفا قدام من اول الكونتنتايفا ورا لحد الايه؟ السكن قدام. يعني واحد جه قال لك العمليه دي المشكله فيها كانت في الانتيرو لاميلي ولا البوستيرو لاميلي بتاعها؟ كانت في الانتيرو ما قلناش موجوده في الانتيرو لاميلي. قال لك طب انا قصيت الطرفه ليه؟ وبوظت الطرفه ليه؟ طب ما انا اقسم الليد اثنين لاملي في الجري لاين واسيب البوستيرو اللي ما اقربلهاش واحط الويدج شيفت اريا من انتيريو لاملي بس بالنفس اللي فيه واروح ضامن الانتيريو لاملي السكن والباطن على بعض. فاهمين؟ يعني نفس المصدر ده بس خلي بالك انا دلوقتي كان عندي فيه 20 30 لاش في الحته دي بس. ده الليد اهو من اول السكين قدام لحد الكونجنتايفا ورا. في الفول سيكلس ويدج ريتكشن انا جيت بالمقص فقاطط كده وقاطط كده وشايل الويدج شيبد اريا دي كلها رميه. القطه بتاعتي خدت الفول سيكلس بتاع الليد من اول السكين لغايه الكونجنتايفا. بس احنا لما نفكر نلاقي ان احنا قطينا الترفس من غير فايده. وانا قطت الترفس ليه؟ وبوظ حته منه. طب ما انا اقسم الليد. الليد لاملي كده. تمام؟ واجي على الانتيريور لاملي اللي هي فيها اللاشز اللي نان دايركت دي واقص كده واقص كده في واروح شايل المثلث رميه واضم الاثنين دول على بعض. صح؟ وابقى سبت الطرفه الثانيه. يبقى بدل ما اقول ان اسمها فول سيكلس ويدج ريتكشن لا هيبقى اسمها انتيريور لاملا ويدج ريتكشن برضه with subsequent anterior lamellar reconstruction. ماشي يا جماعه؟ يبقى العمليتين اللي بينفعوا في الابر ليد وبينفعوا برضه في اللور ليد هما الفول سيكلس ويز ريسكشن واعمل subsequent reconstruction او anterior lamellar ويز ريسكشن with subsequent reconstruction. بس يا جماعه
عمليات الليد معلش هي كتيرة كتيرة كل موضوع بتلاقي فيه ثلاث اربع عمليات بعده. بس زي ما بقول لكم احنا هنفتكرهم مجموعات زي ما احنا عارفين افهم الريسك بس افهم الفكره. الراجل اللي جه فكر في العمليه دي فكر في ايه؟ عاوز يعمل ايه؟ فاهمين يا جماعه كده؟ ادي دي مشكله التركيز في العمليات بتاعتنا. اخر موضوع يا جماعه في الايه؟ في الموضوعات بتاع الليست اللي هي هنا اسمها الليست كيس. خدوا بقى الليست كيس بتاع عباره عن ايه؟ ببساطه كده ادي منظر الاناتومي العادي بتاع الليست. ادي الطرفه اللي فيه الميبوميان جلاند وادي اللاي. كنا عاملين ده اكل فالراجل بلاشز والتريكيزز قبل كده ان اللاشز اللي باظت وبقت مال دايركتد طالعه من النورمال سايت اوف اوريجن يعني من قدام الجراي لاين. صح كده؟ في الديست كيسز لا مش الجراي لاين هنا فتحات الميبوميان جلاند دي اسمها ايه في الاناتومي؟ اسمها الوايت لاين. فتحات الميبوميان جلاند دي بقى طالع منها ده. الديست كيسز دي ببساطة كده هي عبارة عن ايه؟ فتحات الميبوميان جلاند اللي هي الوايت لاين طالع منها لاشز، المفروض اللاشز الطبيعية طالعة من فرانت اوف ذا جري لاين. لما اللاشز الطبيعية اللي طالعة من قدام الجري لاين تتعمل تعمل رابنج لاشز او تريكيزز بحسب عددها اقل من اربعة او ايه اكتر من اربعة. كويس كده؟ انما لما يطلع لاشز جديدة خالص ما كانش المفروض انها تبقى موجودة، ما لهاش وجود في الاناتومي الطبيعي. تطلع من ورا الجري لاين والمكان بتاعها كان مكان حاجه ثانيه، كان مكان فتحات البيبوميان جلاند، ده يبقى ديزيز ثاني خالص اسمه ديستكيز. الديستكيز ما بيطلعش لاش واحده كده، لا ده بيبقى بقى مكان كل فتحات البيبوميان جلاند طالعه ايه؟ لاش. الديستكيز ده سورس اوف سيمتري. اول صوره كونجنيتال وثاني صوره اكوايرد. هي بالعقل كده كل جلده دي كل جلده الانوميال. الطفل ده ما تكونش عنده جوه الطرقه ما تكونش اصلا الميبوميان جلاند دي. لا ده هنا اتكون فوليكل والفوليكل طلعت لاش. دي كل جلده الانوميال. هو الطفل ده مولود كده ما تكونش ميبوميان جلاند وهو من ساعه ما اتولد الطرقه جواه غير فوليكل مطلعه اللاش. تمام كده؟ فبنلاقي اللاش هنا طف كامل. افتكروا الكلمه دي في الكونجنيتال. طف كامل من اللاش هنلاقي فيه اكسترا رو اوف لاش طالعه من بيهايند الجري لاين. مكان طف الميبوميان جلاند شفنا الصوره مع بعض دلوقتي بتاع فتحات الميبوميان جلاند. مكان فتحات الميبوميا الجلاند دي كلها بقى كده هتبص تلاقي صف كامل من الفوليكل اللي مطلعها لاش. تمام كده؟ الصف الكامل ده يميزه ايه عن اللاشز العاديه؟ اللاشز الجديده اللي طلعت دي بتبقى شورتر زي ما انا بكتبها في الصوره كده بالظبط اقصر وبتبقى ثمر ارفع وبتبقى لايتر لونها فاتح ما بتبقاش سودا زي الرموش العاديه كده بتبقى شورتر وبتبقى ثينر وبتبقى لايتر وبتبقى دايركتد فين؟ زي ما هي مرسومه في الصوره دايركتد بوستيريور. ادي مواصفات اللاشز الجديده. طبعا واضح جدا ان احنا هنا قريبين جدا من الكورنيا ومن البلبر كونتنتس فهتعمل نفس الكلينيكال مانيفستيشن بتاع الرابنج لاشز وبتاع التركيزز واشد كمان. ده هم اكيد موجودين الاثنين. طب هو بيكون هنا شوف مكتوب ايه؟ اكسترا روب يعني فيها الروب الطبيعي بتاع اللاشز الطبيعيه اللي طالعه قدام الجري لاين والصف الاضافي اللي جه من ورا الجري لاين. ماشي يا جماعه كده؟ دي الكونجنيتال ديست كيس. ادي المنظر عامل كده. اللاشز الطبيعيه مثلا كده واللاشز الاكسترا روب اللي طالعه من ورا الجري لاين. جميل. احنا دلوقتي عاوزين نعالج الحدث
نفكر بس مع بعض كده عشان ما نتلخبطش في كتر العمليات. خدوا بالكم معايا عدد اللاتس هنا عدد قليل شبه الرامن كلاش ولا عدد كبير شبه التسكين؟ خلينا نفكر مع بعض كده. ده عدد كبير يبقى عمليات الرامن كلاش تفتكروا تنفع؟ لا ما ينفعش ادخل بالابره 30 40 مره ما ينفعش. يبقى عمليات الرامن كلاش نبعد. طيب عمليات التسكين اللي هي الدم ننزل اوبريشن مثلا تفتكروا لو انا عملتها وحطيت بيوتا جرافت في الجرير لاين فرق حاجه؟ لا ده اللاشز الجديده اساسا ورا الجريره صح كده؟ حتى عمليه ويبستر لو انا عملتها لاحظوا ان اللاشز دي قريبه قوي من الكورني حتى مهما عملت وحطيت بيوتا جرافت هنا في السبكه السبكه الثالث عمرك ما هتقدر تقلب اللاشز لدرجه ان اللاشز هيبعد. العمليات اللي فاتت كلها ما تنفعش. فالراجل ده جه قال لك نعمل ايه؟ بصوا هنا مشكلة المريض ده في الانتيرو لاميلي ولا في البوستيرو لاميلي؟ في البوستيرو. هاجي اقسم الليد 2 لاميلي في الجريمة يبقى انا عملت كده اول خطوة من العملية اللي هي اسمها لاميلا اي ليد ديفيجن. ماشي يا جماعه احنا فاهمينها دخلنا بالمصدر في الجري لاي اخذنا الليد انتيرو لاميلي وبوستيرو لاميلي كويس كده؟ جميل. انا ليه قسمتهم كده؟ لان انا عاوز ابوظ اللاشز الغريبه اللي طلعت ورا دي من غير ما ابوظ الطبيعيه. افرض الليد انا ما قسمتهوش وجيت مثلا عايز ابوظ اللاشز بقى خلي بالك في الاناتومي دي جنب دي يعني هما في الاناتومي اصلا المسافه دي كلها قلنا 2 ل 3 متر تمام؟ فأي حاجة أحاول أبوظ بيها اللاشز اللي ورا أبوظ اللي قدام. فأنا بعيدهم عن بعض. أقفل وأعمل اللاملة أي ليد ديفيجن. ولأني ما أقدرش إن أنا أدخل بالإبرة واحدة واحدة أبوظ 50 60 لاش فبنرجع ساعتها لحاجة بتعمل ماس ديستراكشن اللي هي الكرايو. الكرايو يا جماعة هو التبريد. أما يجي في أي حتة في المنهج ده عبارة عن بروب بتنزل درجة حرارته لماينس 20 ديجري سنتيجريد يعمل فريز للجلستيشن ويعمل نكروزس لاي تشو يجي عليه. هي دي فكره الكرايو اللي هيجي في كذا حته في المنهج معايا كده. الكرايو بروب عامل زي القلم ده كده مش زي الابره. الابره كانت بتمشن على لاش واحده تبوظها انما الكرايو زي القلم ده. القلم ده لما اجي احطه كده بيقور خمسه سته جنب بعض. يبقى الكرايو بروب نروح حاطينه كده على البوستيرو لاميلي لوحدها يعمل فريزنج وديستراكشن لخمسه سته لاشز بعد كده انقله على الحته اللي بعدها انقله على اللي بعدها على اللي بعدها على اللي بعدها تلاقينا حطينا البروب بتاع الكرايو اربع خمس مرات بوظ لك ال 50 60 لاشز تمام كده؟ يبقى العمليه اسمها من الكلام اللي انا قلته لاميلر اي ليد فيجن اند كرايو ثيرابي تو بوستيريور لاميلر اي ليد ديفيجن اند كرايو ثيرابي تو بوستيريور لاميلي. انا بتكلم يا جماعه دلوقتي في خانه الايه؟ الكونجنتال اللي هو عندي صف كامل من اللاشز الجديده عدد كبير قوي من اللاشز تمام كده؟ العدد الكبير ده الفكره في العمليه ايه؟ انا عايز ادمره بس انا ما اقدرش اعمل له ديستراكشن بطريقه الديستراكشن بتاع الرابط اللي ما اقدرش ادخل بالابره 50 مره. اللي اقدر اعمله ان انا اجيب حاجه تعمل ماس ديستراكشن زي الكرايو. بس انا لو جيت حطيت بروب الكرايو على الليد كله من غير ما اقسم هيبوظ دي ودي. بس دي سليمه انا مش عايز ابوظ. فعملت الخطوه الاولانيه في العمليه ان انا قسمت الليد 2 لليدي وبعت الانتيرو لاميلي خالص وبعدين جبت بروب الكرايو بوظت بيه اللاشز الجديده اللي ما كانتش المفروض تبقى موجوده ورجعت جزئين الليد في اخر العمليه. يبقى العمليه ببساطه هو ده الرسمه بتاعتها والبرنسبل بتاعها اسمها لاميلر اي ليد ديفيجن اند كرايو ثيرابي تو بوستيريور ثيرابي. اوكي كده؟ ده الكونجنت. الاكوايرد بقى الستارتس ما هو خلي بالك الستارتس هنا ما فيهوش ميموريا جنان صح كده؟ فمش هيفرق معاك النكروزس اللي هيحصل نتيجه الفريز لانه فايبر اوبتيشن. هيجرى له ايه يعني؟ هو فايبر اوبتيشن. شايف الماركيرز كويكيبس؟ لا 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 لان انا ما جيتش جنب الانتيرو لاميلي خالص. احنا كنا بنقول ان السبب ان هو مفيش اللي هي الميكروبيلي ما
بس انا ما عملتش فايبروزس حوالين اللاش بوليكل اللي هو سبب التركيز. انا ما عملتش خالص اي فايبروزس حوالين اللاش بوليكل او الفايبروزس عملته ورا عند الطرف زي الانتشن دي. الفايبروزس الانتشن دي لا ده مكانها يعني لما الليد يرجع تاني كده هيبقى خط فايبروزس بس كده زي ما يكون جرح الانتشن بتاع عمليه مش هتعوج اللاش بوليكل ولا اي حاجه معايا كده. الاكوايرد بقى ادي شكل الليد ده واحد كان طبيعي خالص وعنده ميبوميان جلاب طبيعي فاكوايرد ما كانش عنده اي مشكله. بعد كده بدات الميبوميان جلاب دي تطلع باش دي مشكله اكبر. ايه المشكله اللي تخلي الميبوميان جلاب تطلع باش؟ هي بالضبط يا جماعه الميتابليزيا اللي احنا قلنا عليه. اي سبب يعمل اريتيشن والسبب ده كرونيك يعني سبب عامل اريتيشن على مدار شهور وسنين يبدا الاريتيشن يتحول من الصوره الاقل للصوره الاعلى. الميبوليان جلاند دي اللايننج بتاعها كولامنر اريتيشن يفضل الكولامنر اريتيشن يعلى 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 لحد ما يتحول لستراتيفايد سكويلر كراتينايز يبقى زيه زي الهير فوليكل ويبدا يطلع ايه؟ تمام كده؟ اللي يعمل الكلام ده اي سبب للكرونيك اريتيشن ادى للميتابليزيا اللي احنا بنسميه العنوان ده ليت ستيج. سبب بقى كرونيك خالص فمش هيظهر الكلام ده الا في الليت ستيج دي كاترايزنج كونجنكتيفايتس. دي كاترايزنج كونجنكتيفايتس دي كاترايزنج يعني فايبروزس يا جماعه مفيش اي حاجه يعني الامراض اللي هي بتعمل كبير فايبروزس في الليت ستيج كمان بتاعتها بتعمل كرونيك اريتيشن وفايبروزس. الامراض دي اللي هي ايه؟ ثلاث حاجات تحت عنوان الليت ستيج دي كاترايزن كونجنكتيفايتس. حاجه اسمها كيميكال بيرن اللي جه على وشه ميه نار حاجه زي كده كيميكال بيرن واثنين سندروم هيجوا كذا حاجه نعرفهم اسامي بس. حاجه اسمها اوكيولار سيكاتريشيال بيبسي بوي دول هيجوا كذا حته في المنهج كده انا عايز اعرفهم اسامي. دول مثال مثال الليت ستيج دي كاترايزن كونجنكتيفايتس اوكيولار سيكاتريشيال بيبسي بوي وسندروم اسمها ستيفن جونسون سندروم. الليت ستيج دي كاترايزن كونجنكتيفايتس باسبابه الثلاثه ادت للميتابليزيا صح كده؟ والميتابليزيا حولت الميبوميان جلاند لتونيكل بتطلع ماشي. فعلشان كده الاسم الثاني للاكواير ديست كيسز دي اسمها ميتابلاستيك لاش. خلوا بالكم يا جماعه مره جت في الامتحان بالاسم ده ما بقتش الناس عارفه دي ايه. الميتابلاستيك لاش يعني اللاش اللي طلعت نتيجه الميتابليزيا تمام اللي هي بالاسم الثاني بتاع اكواير ديست كيسز معايا كده؟ جميل. بالعقل كده لو انا عندي 20 30 ميبوميان جلاند لازم ال 30 يطلعوا لاش لا بالعقل كده ممكن يطلع ماش واحده اثنين او 10 20 صح كده؟ يبقى هنا كنت بقول في الكونجنتال لازم ضغط كامل لكن هنا لا. هنا في الاكواير بقول ان انا عندي فاريبل نمبر اوف لاش هي اللي هتطلع ممكن